إذا غلب على ظن المسلم أنه سيتعرض للقتل أو الضرب إذا دعا قومه إلى التوحيد، فهل يجوز له أن يترك الدعوة إليها؟ إذا خاف منهم يتركها إلى حين، إلى حين أنه يأمن، وأيضا يدعوهم بالتي هي أحسن، لا يجابههم بل يدعوهم بالتي هي أحسن حتى يكون له سلطة وقوة بعد ذلك. نعم.